ما هو الترامادول؟ ينتمي دواء الترامادول إلى فئة المسكنات الأفيونية ويستخدم للتخلص من الآلام المتوسطة والشديدة، حيث يعمل الدواء على تغيير طريقة شعور الدماغ بالألم، ويعتمد مبدأ عمله على التشابه في التركيب الكيميائي مع هرمون طبيعي موجود في الجسم يدعى أندروفين، حيث يعمل هذا الهرمون على تخفيف الألم عن طريق الارتباط بمستقبلات محددة موجودة في الدماغ، فيؤدي إلى التقليل من إشارات الألم التي يرسلها الجسم إلى الدماغ، ويعمل دواء الترامادول بطريقة مشابهة للإندروفين لخفض الشعور بالألم، ويصنف دواء الترامادول ضمن الأدوية المخدرة التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وقد يكون استخدامه مصحوبا بالعديد من الآثار الجانبية السلبية، لذلك يجب الحرص على اتباع تعليمات الطبيب بدقة عند تناوله وإبلاغه في حال حدوث بعض الآثار الجانبية غير الطبيعية أو المزعجة. ومن الجدير بالذكر أنه بخلاف أنواع الأدوية الأفيونية الأخرى المصحوبة بخطورة عالية للإصابة بالإدمان، فإن خطورة الإدمان على دواء الترامادول لا تعتبر عالية كغيره من الأدوية المخدرة. تحذيرات دواء الترامادول: توجد العديد من التحذيرات التي يجب معرفتها قبل تناول لدواء الترامادول، ومنها الإدمان وسوء الاستخدام، فقد يؤدي الاستخدام الخاطئ لهذا الدواء إلى الإصابة بالإدمان، مما يزيد من خطر تناول جرعات مفرطة والتي من الممكن أن تودي بحياة الشخص. من تحذيرات دواء الترامادول أيضا تناوله أثناء الحمل، حيث يصنف من الفئة سي من فئات السلامة أثناء الحمل، لذلك لا ينصح بتناول الدواء خلال هذه الفترة. كذلك تناوله أثناء الرضاعة يعد أمرا سلبيا بسبب إمكانية عبور الدواء إلى الطفل الرضيع عبر حليب الأم، مما يسبب بعض الآثار الجانبية الخطيرة على الطفل مثل النعاس الزائد وصعوبة الرضاعة وبعض المشاكل التنفسية الخطيرة. كذلك ضعف القدرة على التنفس، حيث تحدث هذه المشكلة خاصة عند تناول الترامادول بجرعة عالية أو خلال الأيام الثلاثة الأولى من تناوله، يحدث ضعفا شديدا في التنفس. من تحذيرات دواء الترامادول أيضا ضعف تناوله أيضا من قبل الأطفال، في بعض الحالات يعمل جسم الطفل بشكل سريع حيث يكون قادر على معالجة الدواء، مما يسبب ضعف القدرة على التنفس والوفاة، وعليه يجب الانتباه إلى ضرورة تخزين الدواء في الأماكن الآمنة والبعيدة عن متناول الأطفال، وعدم استخدامهم لمن هم دون سن 12 عاماً. النوبات العصبية: قد يؤدي تناول دواء الترامادول إلى الإصابة بالنوبات العصبية أو زيادة سوءها، ويرتفع خطر الإصابة بالنوبات العصبية في حال تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب والدهان واضطرابات المزاج، أو تناول أنواع أخرى من مسكنات الألم الأفيونية، كما يؤدي علاج إدمان دواء الترامادول باستخدام دواء نالوكسون بالإنجليزية نالوكسون إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات العصبية. الآثار الجانبية لدواء الترامادول: هناك العديد من الآثار الجانبية التي قد تظهر نتيجة تناول هذا الدواء، ومن بينها الإصابة بالإمساك والشعور بالغثيان والتقيؤ، الإصابة بالصداع والشعور بالنعاس والدوار، الشعور بضعف الطاقة وحدوث جفاف في الفم مع زيادة التعرق. وهناك من الأعراض التي تنجم عن شرب هذا الدواء وتكون سلبية جدا هو انخفاض معدل ضربات القلب أو ضعف نبض القلب، خروج الصوت عند التنفس أو التنفس السطحي، الإصابة بالدوخة لدرجة الشعور بإمكانية حدوث الإغماء، عدم انتظام الدورة الشهرية عند المرأة، وظهور أعراض الإصابة بالحساسية تجاه هذا الدواء مثل الإصابة بالحمى والطفح الجلدي، ظهور أعراض الإصابة بمتلازمة السيروتونين مثل التهيج والهلوسة والارتجاف وتصلب العضلات، وكذلك حدوث بعض المشاكل الجنسية أو فقدان الرغبة.